لبسوا التيشيرتات بتاعتهم وعلموهم ازاي يغنوا واحد اتنين طعمية راحت فين. ده اللي عمله الجمهور السعودي مع مشجعين فريق فلومينينسي البرازيلي بعد هزيمة الاهلي في المباراة. ايه اللي حصل وازاي كانوا فرحانين بالهزيمة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. حزن كبير بيمر بيه جمهور النادي الأهلي بعد الهزيمة من فريق فلومينينسي البرازيلي، واللي حطم آمال الفريق الكبيرة في الوصول إلى النهائي ومقابلة مانشستر سيتي. في الوقت اللي الأهلوية كانوا شايفين إنها فرصة العمر لتحقيق إنجاز كبير في المونديال، لكن اللي حصل إنه كله راح والمباراة انتهت بخسارة الأهلي بهدفين علشان ينتهي الحلم، ويظل الأهلي يلعب على المركزين الثالث والرابع. الغريبة في المباراة ما كانتش أحداثها ولا الجدل التحكيمي اللي حصل بسبب ضربة الجزاء اللي اتحسبت لمارسيليو، لكن كان اللي حصل بعد الماتش، لأن في الوقت اللي الجمهور المصري زعلان وجماهير الأهلي طالعين بعد المباراة في ساحة ملعب الجوهرة، لقوا مشهد غريب، وهو إن بعض الجمهور السعودي واقف مع بعض جماهير نادي فلومينينسي اللي كانوا فرحانين وبيهيصوا معاهم. مش بس كده، لكن كمان الجمهور السعودي علم مشجعين الفريق البرازيلي إنهم يقولوا واحد اتنين الطعمية راحت فين علشان يبدأوا معاهم التحفيل على الأهلي بعد الهزيمة. المنظر ده كان حديث الناس على السوشيال ميديا، بين معارض وشايف إن الأفضل إن الجمهور السعودي يساند جماهير الأهلي، وبين اللي شايف إنه عادي التحفيل في كرة القدم. انتوا شاركونا برأيكم في التعليقات.